بوجه الشكر الجزيل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على دورها ووقفاتها المستمرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا حتى هذه اللحظة. صوت الحر وصوت نقابة الصحافة المغربية مهم في هذه المعركة، لأنه جزء من المعركة هي معركة رأي عام. إسرائيل تقوم بحرب إبادة للشعب الفلسطيني، ونجد من يحميها من الدول الغربية ويعطوها حق الدفاع عن النفس. أنا برأيي أن الحقيقة انكشفت للعالم، كل العالم، الإنسانية، شعوب الأرض تقف مع الشعب الفلسطيني ضد هذا الاحتلال. نامل من صوتكم أن يؤثر على فتح هذه الجرائم وعلى معاقبة المجرمين وعلى إنهاء الاحتلال حتى ينعم شعبنا الفلسطيني بحريته واستقلاله. إسرائيل تستهدف الصحافة، حتى اليوم إسرائيل في عدوانها على غزة لا تسمح للصحافة الدولية، للصحافة العالمية من الدخول إلى قطاع غزة. حتى أثناء فترات وقف النار القصيرة لم تسمح للإعلام الغربي أن يدخل، لأنها لا تريد أن يرى العالم حجم الجريمة التي ارتكب ضد الشعب الفلسطيني. 70% من مباني قطاع غزة دمرت بمنهجية، دمروا نظام التعليم، نظام الصحي، كل مقومات الحياة، وعلى رأسهم الصحفيين لأنهم لا يريدون أن يدخلوا الحقيقة. من العار علينا جميعا أن نساهم في هذا الصمت، على الأقل يجب علينا من موقعنا كإعلاميين أن نعرف بهذه الجريمة، أن نلقي الضوء على حجم الدماء التي تسيل هنا، وأن نقدم عربون وفاء لأكثر من 124 صحفية وصحفي استشهدوا في هذا القطاع، في أكبر جريمة لم يعهدها التاريخ فيما يتعلق بسقوط الصحفيات والصحفيين في مناطق النزاع. هذه لحظة سيكون لها ما بعدها، وعلينا أن نكون مساهمين في أولا مناصرة العدل، وأن نكون مساهمين في القيام بواجبنا. أمارة غربية إذا ناشئ بياه.